صباح الخير دكتور. أهلا مصطفى، صباح الخير، شلونكم؟ والله زين الحمد لله، إن شاء الله بخير. أجمعين، رحم الله عليك. دكتور بس لو دزلنا المحاضرة PDF مال كل محاضرة عمود نسحبها ونأشر وياك. وناشر لكم الجزء هذا مال المقدمة، ناشر لكم إياه. ماكو هذا كله الثقيل، ما قاعد ينفتح المصدر. هذا ناشر لكم اياه، يعني تقرون الحد هذا اوتوماتيك كنترول سيستم اللي هنا تتوقفون بالمقدمه. ماكو ما موجود هيك، عبان يعني ايش تنشر لنا مال كل محاضره مثلا اربع اوراق خمسه عم بدنا نسحب هن نأشر وياك ونحن نجمعهن يم. ماشي، ان اذا شاء الله من المحاضره القادمه اجزي لكم اياها. هاي اوكي ماشي. بس محاضرات المقدمه هاي سويناها هيك، هي محاضرتين. وهذا المصدر اعطيتكم اياه، ناشر لكم اياه، تقرون حد هاي النقطه 1 2 6 اوتوماتيك كنترول سيستم، البقيه ما عليكم بي. هو من ان شاء الله اذا دخلنا طبيعي على المحاضره الجايه مو تنشر لنا اياها مثلا، هو منا اللي هنا عم بدنا نسحبها ناشر وياه. ماشي، ان شاء الله ان شاء الله من تسلم المحاضره القادمه اقطع لكم اياها وانشر لكم اياها. بارك الله بك، تسلم دكتور. تدللوا. بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب نكمل محاضراتنا لمادة الميجاترونكس، وكان عندنا محاضرة مقدمة الأسبوع الماضي والآن تكملة مالتها، وعلى المحاضرة الجاية راح ندخل بالسيستم موديلينج، لكن محاضرة اليوم هي مكملة لمحاضرة الأسبوع الماضي. وصلنا إلى الكنترول سيستم. شنو هو الكنترول سيستم؟ دافيد نعرفه. A control system in mechatronics refers to a group of physical components connected or related in such a manner as to command, direct or regulate itself or another system. الكنترول سيستم هو عبارة عن تجميع أو تركيب من بعض العناصر الفيزيائية لتؤدي إلى أداء الأوامر أو تعديل نفسها أو سيستم آخر. الـ physical component may be of electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, thermal or chemical. هاي العناصر الفيزيائية ممكن أن تكون كهربائية، ميكانيكية، hydraulic, pneumatic, thermal، حرارية، chemical، كيميائية. هاي كلها أمثلة عن تركيب العناصر داخل الكنترول سيستم. نشوف عندنا مثال اللي هو كولينج ليفل كنترول سيستم، يتكون من الانبوت اللي هو الريكوايرد تمبرتشر، يعني
درجة الحرارة اللي أريدها أني، وبعدين تروح إلى Industrial Cooler Control System إلى هذا البلوك اللي نظام السيطرة على درجة الحرارة، ويعطيني Output اللي هو Temperature of the Unit Output، درجة الحرارة المطلوبة، مع وجود Feedback اللي هو يرجع لي الاوتبوت على مود يسوي لي مونيتورينج، وعلى اساسه يعدل اشاره الكنترول سيستم للسيستم المسيطر عليه، وبالتالي يعطيني درجه الحراره بالاوتبوت مضبوطه ومعده مثل الانبوت تمبرتشر. هذا الكنترول سيستم اللي شرحناه، هذا اللي هو الكولر كنترول سيستم. يقول بهذا الكنترول سيستم the input is the temperature of the unit at present in which received temperature sensor and the output is the particular predefined temperature of the unit. يعني الانبوت هو required temperature، درجة حرارة المطلوبة، والاوتبوت هو درجة حرارة الحالية. اللي يهمنا من control systems اللي هو element of the control systems، عناصر نظام السيطرة. أولا reference variable اللي هي الإشارة المرجعية أو الانبوت، نطلق عليها بالانبوت اللي هي شنو هي excitation applied to the to a control system from external source، اللي هو نقدر نعتبره التحفيز للنظام اللي يدخل لنا من مصدر خارجي. يعني كأنما بالسبلت مثلا، مثال نخليه على درجة حرارة 25، فهاي ال 25 تعتبر reference variable اللي هو input للسيستم، اللي على أساسه الكنترول سيستم راح يعدل درجة الحرارة ويخليها توصل لل 25 درجة مئوية. العنصر الثاني من الكنترول سيستم الاوتبوت اللي هو الاكتوال ريسبونس اوبتيند فروم ذا سيستم، اللي هو الاستجابه الحقيقيه اللي تطلع من السيستم، يعني درجه الحراره الحقيقيه. مثلا مثال السبلت، انا خليتها على 25، لكن ايش قد راح تطلع درجه حراره، هي هاي يعتبر الاوتبوت. العنصر الثالث اللي هو الفيدباك، the portion of the output of a system noted to modify the output، اللي هو يرجع لنا يسوي لنا مونيتورينج لإشارة الاوتبوت على مود أعدل الإشارة الاوتبوت الحالية على أساسها. العنصر البعد الإيرور، الإيرور هو الانبوت سيجنال ناقصا الاوتبوت ريسبونس، هاي كنا نعرفه ودارسي بمادة السيطرة. الديستربنس، الضوضاء، any other signal which affect the system performance، اللي هي أي إشارات خارجية تأثر لنا على أداء السيستم، هاي نطلق عليها بالضوضاء أو الديستربنس. actuating signal، إشارة التعديل اللي هي الفيدباك سيجنال ناقصاً الريفرنس سيجنال. Control or feed forward elements، مثل ما نعرف عندنا أنواع من الـ control system، عندنا الـ feed forward وعندنا الـ backward control system. فالـ feed forward elements راح تكون بشكل مباشر وتدخل إلى السيستم وهي أحد عناصر الـ control system. Controlled output اللي هي الإشارة اللي تطلع من الـ controller أو الطب إلى السيستم لغرض تعديل الإشارة الأوتبوت على أساس إشارة الأنبوت. الفيدباك إليمنتس، عناصر الفيدباك اللي هي تتكون من المجرمنت يونت اللي تحتوي على السنسر أو الترانسديوسر، وأيضا سيجنال كونديشنر سيركت. الآن نشوف the concept of mechatronics approach، مفاهيم خاصة بطرق الميجاترونكس. أول شيء عندنا functions of control system، ما هي
وظيفة الكنترول سيستم. احنا محاضرتنا اليوم على الكنترول سيستم. اول وظيفة للكنترول سيستم to minimize the error between the actual and the desired output، على مود نقلل الايرور بين الإشارة الحقيقية والإشارة المطلوبة. ثانيا to minimize the time response to load change in the system، نقلل وقت الاستجابة للود من قبل السيستم. عندنا some applications of control system، بعض من تطبيقات control system. أولا print wheel control system of a printer، يعني الدشالي أو الويلز الموجودة بالطابعة. temperature control of an electric furnace oven، السيطرة على درجة الحرارة في الفرن. sun-tracking control of solar collector، متتبع الشمس، يعني هاي إذا عندنا مثلا نظام طاقة شمسية يتبع الشمس، هذا أيضا واحد من تطبيقات الكنترول سيستم. ideal speed control system of an automobile، السيطرة على السرعة في المحركات أو السيارات. عندنا نوعين من الكنترول سيستم، النوع الأول اللي هو الأوبن لوب كنترول سيستم، والنوع الثاني اللي هو كلوز لوب كنترول سيستم. إذا أريد نعرف الأوبن لوب كنترول سيستم، أوبن لوب سيستم are systems in which the output of the system is not used as a variable to control the system، اللي هو النوع اللي الأوتبوت ما يستخدم فيدباك على مود يعدل إشارة الاوتبوت. In other words, open loop system are system in which input to the system is not controlled by the present output، يعني الإشارة الخارجة من السيستم ما مسيطر عليها من خلال إشارة الاوتبوت، أو بصيغة أخرى ما عندي فيدباك ممكن أن يعدل إشارة السيستم، يعني طب input يطلع output. مثل هذه الأنظمة electric fire alarm system، red toaster، chemical additional pump. basic element of open loop control system، العناصر الرئيسية لل open loop control system، أولا اللي هي reference input، درجة الانبوت المطلوبة، وبعدين تروح إلى الامبليفاير، ومن ثم إلى الكنترولر ويعطيني controlled output اللي هي هاي الطب إلى السيستم لغرض السيطرة عليه. عندي مثال بريد توستر open loop control system اللي هي محمصة الخبز. شلون تعمل هذه أو ما هي عناصر هذا السيستم؟ أولا عندي الانبوت اللي هو decision to switch on أو off، اللي هو إما يشغل أو يطفي هذا السيستم. بعدين عندي switch اللي هو يتحكم بإغلاق وإطفاء هذا السيستم، وعندي السويتش ينطيني electric power، يروح إلى الهيتنج element عنده توستر، يعني يروح للهيتر، الباور تروح للهيتر، الاوتبوت temperature change، تغير درجة الحرارة بهذا السيستم. In this system, when the system is switched on, the heating element in the toaster heats the bread for particular time and automatically it gets switched off and reject the bread. فهنا عندما نضغط السويتش اللي هو يشغل لنا البريد توستر، راح تصعد درجة الحرارة بالهيتر إلى فترة زمنية محددة، وبعدها راح يطفي السيستم ويطلع لنا البريد أنه حامي أو مرتفع درجة حرارته. يقول here there is no feedback of data of whether the bread is toasted properly. هنا ما عندي فيدباك يرجع لي درجة الحرارة اللي صارت
بالبريد او ما عندي انطباع عن هل هذا البريد هو تحمص او تحمى بشكل زين او لا. هذا ليش؟ لانه open loop control system. عندي مثال اخر اللي هو chemical addition pump open loop control system. عندي الانبوت اللي هي الكيميكالز from storage tank، المواد الكيميائية من تانكيات الخزن، وعندي pump speed controller اللي هو يتحكم لي بسرعة البامب، وعندي الكنترول سيجنال اللي تطلع من الكنترولر تروح إلى الكيميكال اديشن بامب اللي هو يضيف المواد الكيميائية ويعطيني الاوتبوت كيميكالز تو ذا سيستم، المواد الكيميائية بهذا النظام. الآن نشوف شنو الادفانتج والديسادفانتج للاوبن لوب كنترول سيستم. نبدي بالادفانتج. اول ادفانتج من الاوبن لوب كنترول سيستم، اولا انه يكون سمبل اند كوست افكتيف كونستراكشن، يعني راح يكون بناء بسيط وسعر يعني مو ذاك السعر المكلف. ثانيا ايزي مينتيننس، سهل الصيانة. Good stability، الاستابلتي مالته عالية لأنه يكون manual control. Good reliability، كفاءة عالية. أستاذ أعني بس أكو يمكن طالب لو طالب من المرحلة الثالثة يمكن غطاني داخلين يعني بالشات عبالهم المادة مالت. لان شو نسوي لهم؟ الطلاب صف ثالث، هاي محاضرة الطلاب الرابع. اي طالب من غير ما رابع ما مقبول يدخل الى هذه المحاضرة. نشوف الديسادفانتج للاوبن لوب كنترول سيستم. اولا هو ليس اكيوريت، دقة قليلة. Slow because of manual control، هو بطيء بسبب التحكم اليدوي. Optimization in control not possible، عملية الوصول للأمثلية بالكنترول هي غير ممكنة. System is affected by internal and external disturbances، إن يكون النظام معرض إلى الضوضاء الداخلية والخارجية. الآن عندنا closed loop control system. Closed loop system where on a feedback loop to control the operation of the system. هنا راح نستخدم الفيدباك على مود نسيطر على هذا السيستم. In a closed loop or feedback control, the controller noticed what actually takes place at the output and drive the plant in such a way as to obtain the desired output. هنا راح نستغل الفيدباك لعملية مراقبة الاوتبوت وتعديل إشارة السيطرة بالنسبة للسيستم بالاعتماد على هذه الإشارة. يعني لو نشوف مثال Automatic Tank Level Control System أو Automatic Shaft Speed Control System. نشوف الـ Elements of Control of Closed Loop Control System، ما هي عناصر الـ Closed Loop Control System. أول عنصر اللي هو Reference Input أو Desired Value اللي هو الإشارة المرجعية أو الإدخال. يعني قلنا بمثال السبلت أنا يعني إذا أخلي درجة الحرارة على درجة معينة راح تكون input لهذا السيستم ويعدل نفسه من خلال الكنترول سيستم على أساس هذه الدرجة. وعندنا الكومباريزن إليمنت، عنصر المقارنة بين الانبوت
والاوتبوت وعندي الايرور سيجنال تطلع من الكومبايزن اليمنت تروح الى الكنترولر. الكنترولر على اساس اشاره الايرور راح يعطيني اشاره خارجيه تروح الى الكوركشن اليمنت اللي هو الاكتويتر. الاكتويتر هو الجزء المؤثر اللي راح ياثر لي على البلانت او السيستم من خلال الكنترول سيجنال. والكنترول سيجنال تدخل الى الكنترول ذا بلانت راح يغير حاله السيستم، بالاضافه الى انه اذا عندنا ديستربنس او ضوضاء خارجيه ايضا راح تاثر على هذا السيستم، وبالتالي تطلع لي الاكتوال اوتبوت الاخراج النهائي لهذا السيستم. الفيدباك يرجع من الاوتبوت الى الانبوت عبر الميجرينج يونت. الميجرينج يونت تتكون من سنسر والاستيميتر سيجنال كونديشنر، هاي كلها يتكون من عندها الميجرينج يونت اللي شرحناها بالمحاضرة السابقة. الكنترول اليمنتس control elements are needed to generate the appropriate control signal applied to the plant. هنا عناصر الكنترول سيستم راح تستخدم اشارات لتعديل response او استجابة السيستم. These elements are also called the controller. نطلق عليها بالcontroller. Comparison element or error junction عنصر المقارنة اللي هو راح يقارن لي بين إشارة الانبوت وإشارة الاوتبوت، والإرر راح يدخل إلى الكنترولر اللي هو يساوي difference between the reference value and the measured value. Correction element or actuator شنو فايدته أو شنو عمله؟ produce a change in the plant or process to correct the controlled plant اللي هو راح يأثر لي على السيستم بطريقة معينة لغرض تغيير حالة السيستم، ويكون بشكل مسيطر عليه إلى أن الوصول إلى إشارة السيستم المطلوبة. يعني بمثال السيبلت قلنا إذا نخليه على درجة مثلا 18 راح يبدي يشغل الكمبريسر أو مال السيبلت إلى أن توصل درجة الحرارة 18، معناته أنه الكنترول سيستم أثر على الكمبريسر وخلاه يشتغل للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. عندنا الفيدباك elements اللي هو عناصر تتكون من الميجرمنت سيستم اللي هي من خلالها أقدر أراقب الإشارة الخارجة ومقارنتها مع الإشارة الداخل. عندنا مثال room heating closed loop control system اللي هو مثال السبلت. عندنا الـ input required temperature درجة الحرارة اللي احنا ندخلها. عندنا الـ comparison element عنصر المقارنة. وعندنا الـ error signal راح تدخل الى الـ switch اللي هو يعطيني control signal power، يروح الى الـ heating coil سيستم او الهيتنج اليمنت لهذا السيستم، ويعطيني الاوتبوت اللي هو ديزاير تمبرتشر. ايضا عندي بالفيدباك اللي هو ثيرموستات حساس درجه الحراره، راح يرجع الى الكومبارزن اليمنت ويقارن مع الانبوت سيجنال، يطرح من عندها على مود يعطيني إشارة الإرر اللي هي تطب إلى الكنترول سيستم. الآن نشوف الأدفانتج والديسادفانتج مال الكلوز لوب كنترول سيستم.
The closed loop control system with the appropriate sensor which provide much greater stability. عندما استخدام سنسرات معينة راح يعطيني stability عالية واستقرارية بالنظام. It will also give much better repeatability, يعني ينطيني تكرارية للعملية على السيطرة على systems. It overcomes temperature and hysteresis effect. أيضا يأثر أو يعدل المؤشرات الخارجية سواء كانت درجة حرارة أو أي درجة أو ضوضاء خارجية. It can perform a task faster than open loop. ممكن أن ينطي استجابة أسرع من الـ open loop control system. Good reliability can be achieved. كفاءة عالية ممكن أن نحصل عليها باستخدام الـ closed loop control system. Optimization and control is possible. الوصول للحالة المثلى ممكن الحصول عليها باستخدام هذا النوع من الـ control system. عندنا الـ disadvantage. Generally closed loop control system are complicated in construction. يكون معقد ببناء هذا الكنترول أو الكلوزد لوب كنترول سيستم. The cost of the system is higher. كلفة هذا النظام راح تكون بشكل أعلى من الأوبن لوب كنترول سيستم. Sometimes control closed loop control system may become unstable. في بعض الأحيان الكلوزد لوب يكون unstable غير مستقر. هاي الديسادفانتج مال الكلوزد لوب كنترول سيستم. الان نشوف comparison between open loop and the closed loop control system. مقارنة بين الopen loop والكلوزد لوب. اولا الopen loop control system. Open loop operation does not use feedback to control the operation of the system. انه الopen loop ما يستخدم feedback على مود السيطرة على النظام. هذا عكس الـ closed loop control system. Closed loop operation uses the feedback system. The effect of non-disturbance alone can be countered. Other disturbance cannot be taken into account. فقط الضوضاء المعروفة ممكن السيطرة عليها، عدا الضوضاء الغير معروفة اللي ما ممكن السيطرة عليها بالـ open loop control system. لكن بالـ closed loop control system كل أنواع الضوضاء ممكن السيطرة عليها وتلافيها من خلال الفيدباك اللي احنا نرجع من إشارة الـ output. النقطة الثالثة: as long as control the plant is stable, the control system will not become unstable. ما دام انه السيستم راح يكون stable، الكنترول سيستم ابد ما يصير unstable. عكس الكلوزد لوب كنترول سيستم اللي هو كلوزد لوب operation can be unstable if the plant is stable. النقطة الرابعة: it is less accurate، دقة قليلة بالopen loop control system. عاد لكن عكس هذا بالـ closed loop control system it is more accurate، دقة عالية. It is simple in construction، الـ open loop control system انه سهل البناء. عكس الـ closed loop complicated in construction، يكون معقد بالبناء. The presence of non-linearity causes malfunctions، يعني هنا وجود النون لينياريتي راح تأثر على الأوبن لوب كنترول سيستم وتخلي ما يشتغل بصورة صحيحة. عكس الكنترول أو كلوز لوب كنترول سيستم اللي هو وجود اللينياريتي ما يأثر على عمل السيستم، لأن عندي فيدباك وعندي مراقبة الأوتبوت. ممكن أرجحها بإشارة سالبة وأخذ الإيرور وعلى أساسها أعدل إشارة السيستم.
النقطة السابعة the response is slow because of manual control. استجابة السيستم تكون بطيئة بسبب التحكم اليدوي. The closed loop control system can perform tasks faster than open loop. اللي هو استجابة السيستم تكون أسرع بالclosed loop. Optimization and control is not possible. الوصول للحالة المثلى غير موجود بالopen loop system. لكن عكس closed loop control system أنه أقدر أصل إلى الحالة المثلى. النقطة التاسعة ensures easy maintenance because of no complex electronic circuit. أنه صيانة للopen loop control system تكون سهلة لأن ما عندي دوائر إلكترونية معقدة. هذا يكون عكس الكنترول أو الكلوز لوب كنترول سيستم اللي يحتاج إلى ريبير ويحتاج إلى مينتيننس عالية. The cost of the system is less. كلفة الأوبن لوب كنترول سيستم تكون أقل من كلفة الكلوز لوب كنترول سيستم. طبعا هذا الرفرنس اللي أعطيتكم إياه راح تقوم به إلى حد هذه الفقرة اللي هي Automatic Control System اللي هي فقرة 1-2-6 فقط، يعني من البداية إلى هذه النقطة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وإذا عندكم أسئلة أقدر أجاوب عليها. طلاب أستاذ هي بس على مود المحاضرات. إي. بعد يعني على مود بس يعني تعطينا إياها كبي دي إف مال كل محاضرة عم بد نطبعها قبلها بيوم. تعطينا اياها عم نطبعها ونشر وياك ان شاء الله. ماشي، حتى هذا الريفرنس راح يعني اغير احتمال امسحه وانشر لكم بس الجزء الداخل من عنده. عاشت ايدك استاذ، هو هذا المطلوب. تدللون وهاي المحاضره مسجله، يعني ان شاء الله بس يصير لي فراغ شويه ارفع لكم اياها على اليوتيوب. تسلم دكتور. بس ناخذ حضوركم وتقدرون تتمكنون. أديان وليد حمدان. نعم أستاذ. أمير عياد. نعم أستاذ. أحمد صباح. إسراء عيسى. نعم أستاذ. جون سعدون. سيان أحمد. حنين باسم. نعم استاذ. حنين مظفر. نعم استاذ. حوراء حيدر. نعم استاذ. حوراء حيدر داود. نعم استاذ. حيدر خالد كلابي. نعم استاذ. حيدر عزيز. دعاء حيدر محمد. نعم استاذ. ذو الفقار مهدي محي. نعم استاذ موجود. ذو الفقار نعيم. نعم استاذ. رقية محمد. نعم استاذ. زهراء ضياء. ساندا ظافر. نعم استاذ. ساندا فؤاد. نعم استاذ. سيف علي. نعم استاذ. ضرغام عزيز. نعم استاذ. عبد الرزاق ياسين. عبد الرزاق ياسين. نعم سيف سمعتك. اوكي استاذ. علي صالح مهدي. نعم استاذ. محمد اسماعيل. محمد رعد. نعم استاذ. محمد رياض. نعم. مرتضى محسن. نعم استاذ. مريم انس. نعم استاذ. مريم علي.
مريم محمد، مصطفى فلاح. نعم استاذ. نبا جمال. نعم استاذ. هاجر صدام. هند فندي. نعم استاذ. ورياض. نعم استاذ. وسام حمزة. نعم استاذ. ياسر عامر. نعم استاذ. يوسف فرج. يوسف معن. نعم استاذ. يونس عبد السلام. ماشي طلاب، ان شاء الله نلتقي المحاضرة القادمة. دكتور دكتور، انا ما صحيت اسمي جون، ثاني قطع النت. اسمك جون سعد ابراهيم. جون سعد ابراهيم. سجلتك جون، شفتك داخل بالزوم على اسمك. اوكي، كان صوتي قطع بالهذا، عفوا. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. مشكورين دكتور. هلا دكتور. دكتور عيني. عبد الرزاق استاذ. دكتور عبد الرزاق، وين كنت عبد الرزاق؟ استاذ والله قبل شوي فتت النت، كان شوي واقف. يلا ما يخالف. استاذ علي صالح سجلته؟ علي صالح سجلته. استاذ مريم علي. مريم علي سجلتك. دكتور مصطفى، هذا الفقار مهدي يقول طفى عندي الانترنت. ايه ما سجلني حضور، كان موجود بالبيت. سجلت ذو الفقار مهدي، سجلته، شفته داخل. مشكور. بالاسماء شفته موجود. مشكور دكتور. ايه دلل. ماشي طلاب، اذا ما عندكم شيء نلتقي المحاضرة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله دكتور.